الواجب في قضاء الفرائض ليس كما يظن بعض الناس، ولا أدري هل هو قول بعض العلماء أم لا، لم أره في كلام العلماء، وهو أنه يصلي عليه مثلا 20 يوم، فيصلي مثلا 20 صلاة الظهر اليوم الأول، صلوات الظهر يصليها في وقت الظهر في هذا اليوم، صلوات العصر يصليها مع العصر، وهكذا حتى ينتهي. هذا لا أعرف له أصل. الواجب هو المبادرة، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة إلا ذلك. وحينئذ عليه مثلا 50 صلاة مثلا لأي سبب، يبدأ كم يستطيع في اليوم من غير ضيق عليه، يستطيع 10 صلوات، خلاص يصليها كلها الضحى، ما قدر يكمل بقية ال10 ركعات صلوات بعد الظهر، يكملها بعد العصر، وهكذا حتى ينتهي. يقدر على 20 من غير حرج، يصلي 20 في اليوم. ممتاز. كلها. الله أعلم. أحسن الله إليك.